ياسر رضوان جناح الأهلي الطائر. ياسر رضوان لاعب ولد نجما كبيرا، صال وجال خلال مسيرته في الملاعب، حيث بدأ حياته الكروية على مستوى الأندية بشكل متأخر لانضمامه لصفوف مركز شباب قريته بقطارس في دوري المدارس، قبل أن ينضم لصفوف بلدية المحلة كلاعب في قطاع الناشئين في سن 16 لمدة موسمين، ليتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالبلدية عام 1991 لمدة 6 سنوات، وخاض مع الفريق منافسات بطولة الدوري الممتاز. ومع بزوغ نجمه بشدة، سافر ياسر لخوض رحلة احترافية بالدوري الألماني لمدة 5 مواسم مرتديا فريق هانزا روستوك حتى عام 2002، وعقب الاحتراف عاد رضوان لصفوف النادي الأهلي لمدة 2 موسمين ليحصد خلالهما بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، قبل أن يعود مجددا لبلدية المحلة في تجربة استمرت لعامين. شارك رضوان خلال مشواره بالمستطيل الأخضر في 4 بطولات إفريقية أعوام 96 و98 و2000 و2002 مع منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة الأمم الإفريقية عام 96. واتعملت واحدة طويلة ويلا ياسر ياسر رضوان وخد ياسر على جوه يلا ياسر الهدف الرابع ياسر رضوان. ومثل مصر في منتخب إفريقيا عام 97 ولعب مع الفراعنة في كأس القارات بالمكسيك عام 99. اختتم ياسر رضوان مشواره مع الساحرة المستديرة بقميص فريق الأولمبي السكندري عام 2007 في تجربة قصيرة استمرت لستة أشهر في سن 35. عقب اعتزاله لكرة القدم عمل بالتدريب في النادي الأهلي كمدير لفرع أكاديمية بلبيس في الشرقية، ثم بمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة ثم فريق 18 سنة، وحصل معه على بطولة الجمهورية. كما عمل رضوان مديرا فنيا في ناشئين الأهلي تحت 19 عاما، ثم مدربا بالفريق الأول للأهلي تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي في مايو 2012، والذي أعقبه التعاقد مع مانويل جوزي في نفس الموسم، ثم تولى نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. انتقل للعمل بعد ذلك كمدير فني لفريق نبروب بدور القسم الثاني، ورحل عقب أحداث استاد بورسعيد ليسافر للعمل كمدرب مع فريق النصر الليبي، ثم مدير فني لمنتخب مصر للشباب. برحب بحضراتكم من جديد في استوديو السادسة. الحقيقة ضيف النهاردة واحد من اللعيبة المميزة دوليا مع المنتخب ومحليا مع النادي الأهلي، صاحب رحلة احتراف مميزة جدا. ضيف النهاردة واحد من اللعيبة المميزة اللي كان سبب في سعادة جماهير الأهلي، الحقيقة كان نفسها أنه ينضم للنادي قبل كده بكتير، لدرجة أنه لما انتقل للأهلي هتفوله في المدرجات في أول مباراة لي مع الفريق. ياسر رضوان فينك من زوان؟ منور جدا يا كابتن ياسر، منورنا في استوديو السادسة. طبعا مشكورك جدا يا سارة على المقدمة الرائعة دي، وسعدنا أنا موجود معاكي، وأتمنى لكم طبعا من التوفيق والنجاح بإذن الله. كابتن، يعني مش هينفع بقى ان احنا ما نبداش ببلديه المحله كده، نبدا من البدايه من الاول خالص قبل ما نروح النادي الاهلي وانجازات حضرتك مع المنتخب، نبدا كده بدايتك مع الكوره. بدايتي طبعا زي ما كلنا سمعنا كده ان هي كانت بدايتي كانت في المدرسه. كان عندنا مدرس تربيه رياضيه والكابتن محمد محيسن، ده كان شغال في نادي البلديه. هو شافني وقال لي ممكن تيجي وبتاع ومش عارف ايه، قلت له ان شاء الله. فحاولت ان انا اروح مره في الثانيه، فالناس قالوا لا انت تبقى كويس نأيدك وكده يعني. وبدات بقى مشواري من ناشئين بلديه المحله لحد ما صعدت فريق اول مع كابتن احمد شعراوي. وصعدنا من ممتاز بيل ممتاز سنه 91. ده كانت بدايه بقى الانطلاقه الحقيقيه يعني. وبعد كده لعبت 5 6 سنين في نادي البلديه دوري ممتاز، غير السنه اللي هي ممتاز بيه وسنتين ناشئين. لعبت 6 سنين، لعبت منتخب مصر وانا في البلديه، لعبت اول بطوله امم ليا سنه 96 مع مستر رود كرول، لكن اول واحد ضمني المنتخب هو طبعا كابتني الكبير والعظيم كابتن محسن صالح. هو ده اول حد جابني
يمكن انا قابلته من فتره قريبه جدا من حوالي اسبوعين وكنا بنتناقش انا هو وكان الكابتن زكريا ناصف موجود وبيقول لي انت فاكر لما جبتك المنتخب اول مره ومش عارف ايه قلت له طبعا. المهم قعدنا نتذكر بعض الذكريات مع الكابتن محسن. خدت احسن باك رايت في البطوله. من بعدها بقى جه عقد الاحتراف. يعني كان عندنا مستر هانز شمت ده كان مدرب نادي البلديه في فتره من الفترات وكان بعت لي دعوه قبل كده قبل ما انضم للمنتخب. لكن انا ايه يعني بصراحه كان منتخب مصر بالنسبه لي كان حاجه تانية خالص. ان انا لازم الاول العب منتخب مصر ده كان كل طموح ان انا العب منتخب مصر. حته 96 خدت احسن باك يمين يا كابتن صح؟ تمام. عايزين بس ذكريات كده بطولة 96. بطولة 96 لعبنا أول مباراة تقريبا مع أنجولا أو مش فاكر مين بالظبط. يعني المباراة دي أنا عملت هدفين للكابتن أحمد كاس ويمكن هي دي كانت فعلا اللي خلتني سمعت طول البطولة. أول مباراة مع إن احنا طلعنا من دور الثمانية. أنا هستأذنك بس يعني صدري. في خبر عاجل جالنا إن محمود متولي هيجري جراحة إرباط الصليبي غدا بإذن الله. نتمنى له أكيد الشفاء العاجل. يعني هننتقده جدا الفترة اللي جاية في ماتش الزمالك أو أفريقيا. نتمنى له الحقيقة السلامة للعب. على قد ما أنا كنت سعيد بمستوى الفترة الأخيرة متولي وكان من العناصر فعلا اللي تقدر تقولي عندنا قلب اسد في خط الظهر. فعلا يا كابتن اتصاب في وقت يعني طبعا اتمنى له الشفاء. يعني اتصاب في وقت ان هو كان بصراحه وصل للمستوى او الفورمه المطلوبه. يعني تمنيت يعني. اللي بالشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع لذكريات 96. كان مستر رود كرول هو اللي ماسكنا في البطوله وكان معاه الكابتن محسن صالح. الحمد لله أدت مباراتين تانيين كويسين وخرجنا في طور الثمانية ومع ذلك برضو ادوني أحسن باك رايت في أفريقيا. جالنا عرضين أنا وكابتن حازم إمام. قعدنا مع بعض وكلاء اللاعبين من إيطاليا. كان كابتن حمادة إمام رحمة الله عليه كان هو اللي موجود معنا في الفترة دي كمان لأنه كان بيعلق على المباريات من هناك. فترجم لنا. كنت قاعدين احنا الأربعة أنا وحازم وكابتن حمادة والراجل الايطالي ده. فقال احنا هجيب لكم عروض في ايطاليا وكده ومش عارف ايه. فانا اوريدي كان عندي العرض بتاع المانيا بس منتظر ان انا العب البطوله وبعد كده هسافر يعني. فالحمد لله ربنا كرمني في البطوله عملت بطوله كويسه. بعد كده بدات بقى ايه اتجه للعرض بتاع المانيا. في الحقيقه انا كنت رايح يعني انت عارف يا ساره ما كانش الميديا زي دلوقتي او الاعلام زي دلوقتي. أكيد. او دلوقتي لو عندنا لاعب محترف ولعب مثلا اخر خمس دقائق بتلاقيه في كل منتشر في كل السوشيال ميديا وكل الناس عارفه اخباره. فانما في الفتره اللي احنا كنا فيها صعب انك حتى تتفرج على مباريات الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. كنا بنتفرج على النهائيات بس. وطبعا كلنا زي بعض يعني معظم الناس ما عندناش غير التلفزيون اللي هو يعني العادي. ما كانش حتى اصلا ما فيش دش وكلام من ده في الوقت ده. فانا بصراحه ما هروح العب في الدوري الالماني ازاي؟ بعدين انت عارف انا راجل يعني من المنصوره وافتخر ان انا فلاح الحمد لله. طبعا الموضوع برضو ما تقدريش تستوعبيه بسهوله. كنا بنتكلم في تفصيله انك اصريت انك تتجوز يا كابتن قبل الاحتراف صح؟ المشكله انت هتعبيني يا ساره عشان انت عارفه كل حاجه. يعني لما بقعد مع حد مش قوي في الحاجات دي هتعدي. بقدر اكلفته اعدي. هتعدي لا هتعدي. طبعا انا كنت خاطب زوجتي قبلها بسنتين وكنا المفروض في السنه الثالثه بعد السنه الثالثه هنتجوز. فالعرض جاء بعد السنه الثانيه على طول قبل ما تخلص كمان يعني. انا رحت عملت الاختبارات ورجعت وكان قدامي اسبوع ولازم ارجع عشان الدوري كان بدا هناك يعني. فرحت لعمي رحمه الله عليه لما رجعت وقلت له انا لازم اتجوز خلال اسبوع. اولا كانت البيت عندي متشطب ما كانش لسه خلص. وطبعا المدام ما كانتش لسه جهزت اي حاجه ليها ولا يعني مجهزه حاجات لكن مش كل كان ليه تفكيرك كده يا كابتن وقتها؟ يعني ليه لازم تتجوز قبل ما تسافر؟ انا كنت شايف ان الموضوع هيبقى استقرار اكتر يعني. وبعدين انا مش هبقى لوحدي يعني في حد هيشجعني على الحياه جديده جديده خالص بالنسبه لي. ما اعرفش ايه اللي منتظرني هناك. لو انا عندي حد يقدر يساعدني على الموضوع ده اكيد يعني هيفيدني أكيد. كتير اكيد خصوصا لما تكون زوجتي غير اي حد تاني غير صاحبي غير اي حد تاني. فالحمد لله يعني قلت لها انك هتتجوزه خلال اسبوع يعني حصل شويه حاجات كده واقنعنا عمي بالعافيه يعني وكده.
لكن في الاخر الحمد لله تمت. طب بالمناسبه كابتن، يعني شايف انه الاستقرار الاسري يعني مهم جدا للاعب الكوره قبل ما يحترف حتى في الفتره اللي احنا فيها دي؟ يعني هو بنسبه 90%. انا لما اكون عندي استقرار اسري، ان انا برجع بيتي بلاقي اكل كويس، بقدر اخد راحه. انا لما اكون شاب وما عنديش اسره او مش متزوج ورايح احترف، في انبهار. في انبهار لما تطلع من مصر بعاداتها وتقاليدها، تنتقل لاوروبا بعاداتها وتقاليدها، اكيد في انبهار. كنت خايف تتاثر بعاداتهم وتقاليدهم؟ ما فيش شك بصراحه يعني. لكن الحمد لله زي ما انت قلت يا ساره، ان حته الزواج قبل ما اسافر دي واصرار عليها عملت لي حته الاستقرار، وحته ان انا قدرت اكمل 6 مواسم الحمد لله بنجاح يعني. طيب سافرنا بقى واحترفنا في المانيا. هانزا روستوك كان وقتها يا كابتن، ده كان وقتها فريق كبير يعني وقتها ده كان كنا بنكسب بايرن، كانوا بيكسبوا بايرن. بالظبط، الجيل يعني الذهبي. انتوا هو احنا طبعا الفتره اللي احنا قعدناها، انا قعدت 6 سنين، كابتن عماره قعد 3 سنين ونص معايا. هقول لك انا حاجه حصلت يمكن بعد تقريبا 3 اسابيع من التمرين، جهزت كل لبسي في الشنطه وناوي الرحيل. يعني ليه؟ الحياه صعبه جدا جدا بطريقه ما تتخيلهاش. انا لسه زوجتي عشان تيجي لازم ابعت لها دعوه، ويعني قصه كده بتاعت ايه الصعوبات اللي واجهتك يا كابتن تخليك بعد 3 اسابيع تحضر الشنطه؟ اولا يعني انجليش مفيش، تمام. عربي بالعافيه، تمام. ال مش قادره اتعامل. فضلت حوالي تقريبا 3 اسابيع اكل ساندوتش واحد، وهي حاجه واحده، كانت حاجه اسمها دونر تركي. الوحيد اللي عارفه ان هو حلال، فاخلص تمرين الصبح اطلع عليه اكل الساندوتش واطلع على البيت. الساعه 5 الضوء العصر، النهار يعني الشمس مش عايز اقول لك عامله ازاي، وانا اخش انام. ما انا مش عارف اي حاجه ومش فاهم اي حاجه، والتلفزيون كله بالالماني، ولا عارف برضه اتفرج على ايه. مفيش حد من اهلك بتتواصل معاه بقى يقف في ظهرك؟ 96 دي كانت لسه يعني دخول حتى الموبايل يعني لسه ومش موجوده الا في القاهره. يعني في المحافظات ما كانش بيشتغل، كان شغال بس القاهره. طب وايه اللي صبرك؟ ايه اللي قواك وخلاك تكمل؟ بصي، يعني انا طبعا الحمد لله انا كنت من اسره متواضعه. حطيت مشوار حياتي كله قدام عينيا، ان انا يعني بعد كل ده، انا لعبت 6 سنين في البلديه دوري ممتاز، وكان بقالي سنه في منتخب مصر، ما قدرتش اعمل اي حاجه. انا بكلمك بكل صراحه يعني، ما كانش معايا غير 4000 جنيه. هي دي كانت تحويشه العمر من وعربيه كنت شاريها ساعتها ب 18000 جنيه. بالظبط زي ما بقول لك كده يعني، والعربيه دي اتباعت في الجواز كمان يعني. كان لازم تكمل يا كابتن. فبصراحه يعني مع شده الحياه هناك وصعوبتها، قلت لا لازم يعني خلاص. والله انا بكلمك بكل صراحه، ان انا فعلا قفلت شنطتي وخلاص تعبت. واحنا كنا حاطين شرط في العقد، لو انا ما قدرتش اتاقلم من حق الرجوع بدون اي شروط جزائيه. تمام. بس انا قلت يعني برضو هرجع، والدنيا والناس وهيقولوا عليك ايه، وفشل ومش فشل، ومراتي اللي لسه هتيجي، ويعني الموضوع كان هيبقى اسوأ يعني. فقدرت ان انا الحمد لله اكمل، وقدرت ان انا ابقى ليا مكان اساسي في الفريق. والناس هناك يعني كان جيت في فتره من الفترات بيعتبروني الماني يعني، قالوا لي خلاص احنا حاسين انت مننا، مش يعني حاسين ان انت عمود من عمدان الفريق، ما ينفعش انك تمشي. احنا في ناس بنمشيها ونجيبها كل سنه، لكن انت لا. في ناس كده 5 6 7 لعيبه في الفرقه ما ينفعش يمشوا، دول لازم يبقوا موجودين، ونكون عليهم كل سنه، نغير ناس نجيب ناس. ف انت نجم من نجوم الفريق يا كابتن. والله الحمد لله انا لعبت 134 مباراه هناك، يعني بصرف النظر بقى عن فترات الاصابه اللي انا كنت بتصاب فيها، يعني حوالي لو جمعناها كده تطلع لها بتاع 8 شهور ولا حاجه اصابات. لكن الحمد لله كان الناس بتعتمد عليا بشكل اساسي، كانت علاقتي بيهم فوق الممتازه. كان عندي اصدقاء من المانيا، اسر كانت بتيجي تزورني هنا في مصر، لكن الفتره الاخيره طبعا مع الظروف اللي بتحصل دي بطلوا ييجوا يعني. علاقتي بالنادي لسه مستمره الحمد لله. طب الاحتراف فرق معاك في ايه يا كابتن؟ في تفكيرك وفي في حياتك بشكل عام؟
بصي يعني طبعا هو ما فيش شك ان هو فرق معايا يعني. فرق معايا فعلا زي ما حضرتك قلت في 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 تفكيري، في اسلوب حياتي، في نظامي والتزامي. يعني انا في الاول صحيح كنت بنام الساعه 5، لكن بعد ما مزوجتي وصلت بقيت انام الساعه 9. حته النظام والالتزام مهمه جدا لعيب الكوره. لعيب الكوره بينهي حياته ولسه في ناس بتبدا حياتها العمليه. لان انت على في ناس بتبطل 30، في ناس ما بين ال 30 وال 35 اللاعب بيبطل، بيبقى في ناس لسه هتبدا حياتها العمليه. فالمفروض كل لعيب يفكر فيها كويس. انت بتفكر انك عايز تخرج وتروح وتيجي وبتاع، ما انت اللي عندك الحياه بعد كده تقدر تخرج وتروح وتيجي، لكن الفتره دي مش هتقدر ترجع، مش هتقدر ترجع ثانيه فيها. الثانيه اللي بتعدي صعب ان هي ترجع. فانا بقول لكل لعيب استفيد من كل لحظه انت بتلعب فيها كوره، لان بعد كده هتندم على كل لحظه عدتها من غير ما تستمتع فيها بلعب الكوره. الحياه الاحتراف نظمت لي حياتي. غيرت تفكيري خالص. صحيح الواحد مثلا انا هنقول احنا من قريه، لما بروح المركز غير الناس اللي بتفكر في المركز، أكيد غير القريه، أكيد في المحافظه غير المركز، طبعا في القاهره هنا غير المحافظات كلها كمان يعني. فاكيد التفكير بيتغير وبيتغير للاحسن. بدات اخد الحاجات الكويسه اللي ممكن تفيدني في حياتي، الحاجات طبعا اللي هي غير عاداتنا وتقاليدنا ببعد عنها. هم كانوا بيحترموا ده فينا جدا، حته الصوم، حته الصلاه، كانوا يعني ناس فعلا يبقى بياخد دش مثلا وانا بصلي يجي يعدي يقوم راجع. استغربهم ازاي انت بتفضل طول اليوم من غير لا اكل ولا شرب وممكن تلعب 90 دقيقه وتبقى افضل من اللي موجودين وبدون ما بتشرب ولا بتاكل. فكانت حاجات بصراحه ممتعه، وهم كانت بتشد انجذابهم جدا، لدرجه ان في بعض الناس فيهم خاصه بتوع العلاج الطبيعي كانوا يقول لي احنا عايزين القران بس ممكن تجيبوا لنا بالالماني، عايزين نقرا، عايزين نشوف. طب على الجانب الثاني، تعرضت لمواقف مثلا مش كويسه خلال فتره الاحتراف دي، موقف ما تنساهوش مثلا؟ هي مره واحده في الاول خالص، روستوك دي هي يعني ايه المانيا الشرقيه، فكان فيها عنصريه قويه يعني. وقبل ما اروح تقريبا بشهر او اتنين كان في 20 واحد ماتوا في على محطه القطر تراكوا بسبب العنصريه يعني، وحرقوا بيت بتاع اللجوء بتاعه، حاجات كده كتير. فالمهم يعني الحدث الوحيد اللي حصل معايا، احنا كنا بنسخن في مباراه وحد حدف عليا علبه من العلب اللي هم بيشربوا فيها دي. بس طبعا يعني عشان انا عربي يعني ده موقف حصل، وحصل رد فعل كويس جدا من الجمهور نفسه، وبقى في لافتات في المدرجات، احنا بنحب المصريين واحنا معاك وانت مننا، وكلام اللي هو طبعا طبعا انا طلعت في الاداره وكنت زعلان جدا، لكن الناس بصراحه تفهموا الموقف واعتذروا لي كتير. بس من زمايلك في الفريق يا كابتن او الاداره او كده ما كانش في اي نوع من خالص بصراحه يعني. هو في الاول طبعا ما فيش شك ان انت واحد اجنبي جاي يعني طبيعي. هو كان كده في عنصريه اصلا في البلد، أكيد. لكن بعد فتره ومش طويله الحمد لله، ان كان في لعيب في الفرقه قبليه افريقي جوني اجبابوري، ده كان بيلعب منتخب نيجيريا، كان موجود وكان من العناصر الاساسيه في الفرقه، فكان برضو مسهل لي الامور شويه، ما كانش مصعبه عليا، فقدرت اندمج مع الناس بسرعه. وبصراحه هي حته اللغه برضو اللي فرقت معايا في الاخر يعني، بعد حوالي سنه كده بدات افهم واخبط. يعني افهم واخبط كلمه من الشمال على كلمه من اليمين بيفهموني. لا هي الميزه فيها ايه؟ ان هو لازم يفهمك او هو عايز يفهمك، فبيجمع الكلمه من هنا ومن هنا ويبدا يعمل لي انا الجمله اللي انا عايز اقولها ويوضحها لي. لكن بعد سنه ونص الحمد لله كنت بفهم وبقدر اتكلم، فالحياه كانت بالنسبه لي تغيرت 100% يعني بعد ما قدرت اتكلم الماني. من الواضح ان لسه في حكاوي كتير قوي مع كابتن ياسر رضوان، لكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن ياسر رضوان، منورني في الاستوديو يا كابتن. روح بقى للنادي الاهلي 16 سنه، عايز تقول حاجه يا كابتن؟ لا محدش يطلع مع ساره يا جماعه. 16 سنه اختبارات النادي الاهلي، كان عندك 16 سنه، وتقريبا خال حضرتك اشرف السرساوي كان في النادي الاهلي. تمام، انت جايب الحاجات دي منين؟
بنذاكر يا كابتن، احنا معانا فريق اعداد قوي ما شاء جدا الله. والله حاجه تفرح والله، انتوا جايبين حاجات فعلا ما حدش يعلمها غير او بعض الناس القليله جدا. وبعدين بنحبك يا كابتن فمذاكرينك. ربنا يخليك ربنا يخليك. كان خالي اشرف في الوقت ده كان بيلعب في النادي الاهلي، وكان موجود في ماتش الكاس بتاع اهلي وزمالك اللي الاهلي لعب بالناشئين فيه وكسب، ونزلت لاخر ربع ساعه وبعد كده انتقل للمقاولين. المهم كنت انا في البلديه في الناشئين ساعتها، وجيت الاختبارات طبعا عن طريق خالي، وعديت اختبار والتاني والتصفيات، عارفه ان هي بتبقى كتير جدا يعني. كان حلمي يا كابتن انك تلعب للنادي الاهلي؟ طبعا من وانت صغير يعني؟ طبعا مفيش شك يعني، خاصه كمان لما خالي كان موجود بقيت مشدود اكتر للنادي طبعًا. الاهلي يعني. طب ولما لقيت بقى الحلم ده بيتحقق كده؟ الجزمه اتقطعت والله. لا احكي لي. انا عديت 3 4 اختبارات، والمهم كان فاضل اختبار او اتنين. كان معايا جزمه الكوره اتقطعت، يعني اتقطعت ما ينفعش حتى تتلزق او تتصلح او اي، خلاص هي يعني الوقت الافتراضي بتاعها انتهى فعلا، انتهى خالص يعني. فاضطريت ان انا امشي يعني قبل الاختبار الاخير، او كان فاضل اتنين يعني، وما كانش فيه نصيب. وبعد كده بتوع البلديه عرفهم فكلموني، تعالى عشان احنا مسافرين لبنان في بطوله هناك ومش عارف ايه، طبعا ولد صغير 16 سنه، فهلعب فريق اول وبتاع، هات الجواز بتاعك، وديت لهم الجواز وخلاص يعني. موضوع الاهلي بقى ايه خلاص يعني، كان امل وراح يعني بسبب السوري يعني الحذاء يعني. وبعد كده خلاص بقى مشيت مع البلديه يعني. طيب واكتر ماتش فاكره ليك ومش بتنساه، اكتر ماتش مش بتفتخر كده لما بتفتكره؟ هو يعني ايه، خلينا نقول 3 مباريات. اوكي اديني فرصه اديها اقول 3 مباريات. طبعا اول مباراه هي بطوله 98 وماتش زامبيا، لان في ماتش زامبيا احمد ابني اتولد في نفس اليوم. يمكن انا خلصت المباراه وطلع مبسوط فبكلمهم، قالوا لي مبروك انت احمد وصل، قلت الحمد لله. فكان بالنسبه لي حدث سعيد من كل النواحي. طب انا ممكن اقول ان بطوله 98 دي اغلى لقب انت حققته؟ تقريبا يعني هي دي اغلى حاجه بالنسبه لي. نكمل المباراه الثانيه. المباراه الثانيه كانت مع هانزا روستوك، المدرب بتاع فرقه كولن كان هو مدرب هانزا روستوك قبلها بسنه، وكان ده يعني ابويا يعني كده، زي ما بقول لحضرتك كده ان هو كان ابويا، كان يمكن بيزورني في البيت هو ومراته، وكانوا يجيبوا هدايا لاحمد، ويعني كان متعايش معايا تماما يعني. والمدرب بتاعنا كان ممكن يمشي بعد الماتش لو خسرنا، وكنت راجع بعد 3 شهور و21 يوم من الصليبي، واول ماتش ليا وقعد احتياطي، والنتيجه 0-0. ربنا كرمني في الماتش ده، نزلت ما بين الشوطين، في نص الشوط الثاني قدرت احرز هدف. ده من الماتشات برضو اللي يعني بعتز بها جدا. ثالث ماتش وهي بطوله السوبر مع النادي الاهلي، ضد نادي الزمالك في الكليه الحربيه بضربات الجزاء، مع مستر اوليفيرا. ده من الماتشات برضو اللي انا بعتز بها جدا، مع ان انا جايب فيه جونين او 3 مع النادي الاهلي، لكن المباراه دي يمكن انا صحيح حطيت ضربه جزاء بس، لكن يعني عارفه انت لما تبقى في الملعب وتاخد بطوله باسم النادي الاهلي، ده في حد ذاته يعني شرف كبير لاي حد. طب كواليس رجوعك للنادي الاهلي يا كابتن في 2002؟ قبلها انا كنت مصاب، كنت في بطوله 2000، بطوله افريقيا اللي كانت في نيجيريا، ورجعنا وجالي الصليبي يعني. كان عندك 28 الصليبي سنه. الصليبي جالي هنا في مصر مع المنتخب، كنا بنلعب اول ماتش في تصفيات كاس عالم مع كابتن جوهري، وطلعت بعد حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه من الماتش. المهم قعدت اتعالج، عماره اللي كان بينزل في الوقت ده المنتخب، فقابله طبعا مسؤولين في النادي وكلموه كابتن صالح رحمه الله عليه، قال له يا ابني احنا عايزينكم ترجعوا انت وياسر وتبقوا موجودين. بعدها طبعا كابتن خطيب هو اللي تولى الملف. عمار رجع من المنتخب، لقيته بيكلمني بيقول لي كابتن خطيب، قلت له يا كابتن خطيب انت عايز ايه؟ عايز يكلمني انا؟ قلت له، قال لي قلت له خلاص هكلمه. طبعا يعني حاجه بالنسبه لي كانت كبيره، انا مش عشان واحد من ابناء النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي او شغال حاليا في النادي الاهلي ان انا همجد في الكابتن خطيب، لكن الكابتن خطيب بكلامي او من غير كلامي اكيد
هو حاجة كبيرة أكيد. يعني مش بس عند الأهلوية، عند كل الناس وفي الوطن العربي والأفريقيا كمان. حصل الحوار، كابتن خطيب كلمني، ازيك يا ابني عامل ايه؟ تمام يا كابتن الحمد لله، شرف كبير اني اكلم حضرتك. قال لي يا ابني احنا النادي الاهلي محتاجكم وبتاع. قلت له احنا لنا الشرف ان موجودين، لازم ترجع، وانت عندك ولاد ايه؟ قلت له والله عندي احمد ويوسف. طب ولادك دول المفروض يتربوا في بلدك. المهم قعد يكلمني شويه كويسين. طبعا هتقولي ايه؟ ما تقدريش تقولي حاجه غير حاضر ونعم طبعا. وتم الاتفاق، وفي اول نزول ليا كنت ماضي، وكان فاضل لي تقريبا هناك حوالي سنه وشهرين في العقد بتاعي. قعدت مع كابتن باشمهندس عادل القيعي، ويمكن كان اسرع تفاوض حصل في التاريخ. يعني قرار الرجوع ما كانش صعب يا كابتن. الصعوبه بعد كده صار في يعني إيه؟ الصعوبه حصلت بعد كده. انا في الفتره دي كنت مصاب ومضيت في النادي الاهلي وخدت مقدم. رجعت اتعالجت لعبت، كان عداني 8 مباريات، لعبت 24 مباراه المتبقيين. بعد ما لعبت الدور الاولاني خلص، كان فاضل 6 شهور والدوري يخلص وعقد انا كمان يخلص، فالناس قعدت معايا عايزين يجددهم وبتاع ومش عارف ايه فانا بقيت بقى ايه لسه يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا مضيت دلوقتي، لان ممكن يوقفوني وكده، لان المده القانونيه ما كانتش لسه عدت، يعني كان لسه بدري عن 6 شهور. ف بقيت احط لهم عراقيل، تدوني جنسيه، تشغلوني في النادي بعد مش عارف ايه، بعد ما اخلص، لان ده هيبقى اخر امضاء ليا. طب الراتب بتاعي، لا العقد مش عارف اخد، بقيت اضرب لهم بقى ارقام عشان يقولوا لا. المهم يعني في الاخر وافقوا على كل حاجه. قعدنا شهر نعذب في بعض هناك وانا اعذبهم، وفي الاخر قلت لهم بصراحه انا ماضي في النادي الاهلي. طب امضي. طبعا بعد ما سابوني فتره واتصدموا، جه المدير الفني قال لي طب امضي واحنا نخلصك من النادي الاهلي تاني. قلت له ما ينفعش، ده انا ما اعرفش اخش مصر. قال لي ايه؟ قلت له زي ما بقول لك انا ما اعرفش اخش مصر. تعرف يعني ايه يبقى ماضي النادي الاهلي وامضي تاني في حته تانية واخد منهم فلوس؟ لا انا احب احافظ على كلمتي. ده كلام مهم في وقت مهم يا كابتن. والله 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 ما بكذب في كلمه من اللي انا بقول لك فيه. اكيد صدق يا كابتن طبعا. ان ده حصل، ورقم في الوقت ده رقم كبير جدا اللي كنت هاخده في 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 السنتين او الثلاث سنين. ومقابل الرقم اللي هنا ما كانش يبقى فيه نسبه وتناسب خالص. خالص يعني الراتب السنه هنا بمقام شهرين هناك. يعني انت يا كابتن لو رجع برضو الوقت هتعمل ده تاني؟ يعني في ناس دلوقتي تقول لك خلاص بقى ده عصر الاحتراف والفلوس هي اهم حاجه، ولا الانتماء اهم يا كابتن؟ فقه وفي مبادئ. ياما لعيبه كتير مشيت من النادي الاهلي بسبب الفلوس، بس ما عرفتش ترجع النادي الاهلي، وعندها استعداد ترجع الفلوس وترجع النادي الاهلي. وفي امثله حقيقيه كتير، وما فيش داعي لذكر اسماء حد يعني عشان ما نجرحش في حد يعني. اكيد. يعني البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس، مش الفلوس اللي بتعمل البني ادم. لكن الكيان، انك تبقى في كيان زي النادي الاهلي، الزمن بيمر والناس بترحل، لكن النادي الاهلي بقى او الكيان بقى. ما بيقفش على حد. وناس كتير، يمكن انا اهلاوي ولعبت في النادي الاهلي، بس في اجيال انا ما اعرفهاش، في ناس انا ما اعرفهاش. هنعدي، وفي ناس هتيجي برضو مش هتعرف الاجيال اللي موجوده دلوقتي. لكن هتعرف حاجتين اتنين بس، يعني الناس اللي كانت مميزه قوي والناس اللي كانت خاينه قوي، هم دول بس اللي هتعرف، غير كده لا. طيب يا كابتن، اصابه الصليبي ممكن نقول ان هي اثرت عليك؟ يعني هي اللي خلتك تعتزل بدري؟ يعني حضرتك اعتزلت مثلا ممكن نقول ايه 33 سنه؟ 35. 35 مش بدري ولا حاجه، بس هو يعني ايه زي ما انت قلت يا ساره، هي اثرت. انا رجعت 30 سنه من بره. الحمد لله انا من اللعيبه اللي كان زي احمد فتحي كده مقاتل في الملعب. ده كانت طبيعه اداء لعبي يعني. كان نفسي مدتي في النادي الاهلي تطول اكتر من كده. كان نفسي يعني انا رجوع للنادي الاهلي مش ما كانلوش علاقه بالماديات ولا انا كنت راجع، ويمكن الكابتن عماره كان هو اللي دايما يقول احنا محتاجين بطولات. يعني لما تيجي تفتح السي في بتاع ياسر رضوان، وهو لاعب محتاج بطولات. يعني انت على مر التاريخ كاس سوبر، بطوله افريقيا، مفيش غير دول يعني في تاريخ كله في البطولات. لعبت منتخب 4 بطولات، لعبت بطوله قارات، لعبت مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، لعبت بطولة اوروبا مع هانزا روستوك سنه 98. بس كل ده برده مش ما يقويش السي في بتاعي كلاعب، غير ان انا ايه حتى الانجازات اللي في هانزا روستوك
ما فيش هو ده بس الانجاز الوحيد يعني، وظهورك بالشكل ده وتبقى من الجيل الذهبي للنادي ده وقتها، هو يبقى انجاز أقوى نادي ماشي في اوكي، ألمانيا بس طبعا في من الاول اقوى الانديه يعني. البطوله، البطوله حاجه تانية يعني. زي ما قلت لك قبل كده ساره، يوم ما رفعت الكاس السوبر هنا في استاد الدفاع الجوي في الكليه الحربيه كان شعور تاني خالص. واحنا راجعين عشان نعمل ده يعني، عشان ناخد 3-4 بطولات دوري، كاس، لا بطوله افريقيا. الاصابه اثرت عليا لدرجه ان انا في المنتخب وكابتن محسن موجود طبعا. جيت في 2003 2004 اعتذرت له، قال لي مش هينفع انت كابتن المنتخب. كنت انا كابتن المنتخب في اخر مباراه كنا بنلعبها في تصفيات افريقيا، كانت في مش فاكر تقريبا يا مدغشقر يا موريشيوس، وخسرنا 1-0 في اليوم ده. رجعت قلت له انا ركبي مش مستحمله، انا عامل 5 عمليات ما عادش مستحمل المنتخب والنادي. والدنيا عندنا في النادي شويه كان في شويه هزه كده في مستوى الفريق، فانا محتاج ان انا اركز اكتر في النادي. قال لي خلاص نعمل اعتذار وانا اقبله وخلاص يعني، طالما دي رغبتك وكده يعني، مع انك انت من العناصر المهمه في المنتخب وانت كابتن المنتخب. قلت له معلش يا كابتن سامحني وكده يعني، واعتذرت في المنتخب وكملت. وفعلا لو يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، لكن الاصابه حرمتني من ان انا اكمل فتره اطول في النادي الاهلي وانا لاعب. طيب كابتن، عايز اتكلم عن دور كابتن محمد صلاح في حياتك وتطور في الناحيه اليمين، ساعدك هو بشكل كبير. مالك يا كابتن؟ بتجيب الحاجات دي منين؟ كان الكلام ده تقريبا 93 على ما اعتقد او 92، كابتن فاروق جعفر مدير فني، كابتن محمد صلاح مدرب عام. انا كنت عامل زي القطر كده، لازم يعني عندنا سور في النادي البلديه كده في الاخر ما كانش فيه مدرج ورجول، عشان اقف لازم اخبط في السور الاول. فده يعني يقول لي يا ابني هو انت قطر، ما تنزل من العضيب ده شويه، كابتن محمد صلاح. فالمهم بدا ياخدني بعد كل تمرينه يعمل معايا شغل فني في الملعب لوحدي يعني بعد كل تمرين. قعدنا على الموضوع ده حوالي بتاع يجي شهر تقريبا. الحمد لله بدات، مش هقول لك ان انا من بعد الشهر بقيت يعني كريستيانو، لا يعني يعني لو اداني 5 حاجات بقيت اعمل 2، وواحده واحده جت الثالثه. بعد كده بدات اكمل نفس في الفتره بعد كده. مفيش شك ان هو فرق معايا جدا كابتن محمد صلاح، وكابتن محمد صلاح من المدربين الكبار أكيد. ومن افضل مدربين في الكوره انا شفتهم بعناية بيشتغلوا. اتمنى له التوفيق طبعا، وبقول له هارد لك النهارده ماتش طنطا، لكن الجاي افضل ان شاء الله. طيب كابتن محمد عماره بقى، هو انت الناحيه اليمين هو الناحيه الشمال، كنتوا مع بعض في حاجات كتيره قوي تقريبا من المدرسه كمان. الله، بلديه المحله وهانزا روستوك، يعني ده عمر. طبعا عشره عمر كابتن محمد عماره واخويا وصديقي، وترابط اسري كبير جدا بيننا وبين بعض، والزوجتين برضو كمان، والاولاد يمكن لدرجه الاولاد هم بيتعاملوا اكنهم اخوات، مش اصحاب، لا اخوات فعلا يعني. عماره كان معايا في المدرسه، كنا في الصنايع مع بعض نفس البتاع تقريبا. وفي يوم قلت له ايه رايك لما تيجي تلعب معايا في البلديه ومش عارف ايه، قال لي صعب. قلت له بتاع جرب ومش عارف. المهم ايه، ركبنا الاتوبيس اياميها بتاع شركه غزل المحله ورحنا، لان ده المواصله الوحيده اللي ايه دايركت على طول. رحنا وصلنا للراجل، عماره مجرد ما يلمس الكوره، عماره كان حاجه مش طبيعيه كمان يعني، مجرد ما لمس الكوره قال لي بس ده انا عايزه. قلت له خلاص يا كابتن اتفضل، هقول لك لا خلاص يا عماره انت بقى شوف الكابتن. المهم ظبط مع الكابتن وبدا الرحله بتاعته في البلديه معانا. انا فاكر له اول مباراه لعبها كانت تقريبا مباراه الاسماعيلي وبلديه المحله في استاد غزل المحله، وعماره كان من نجوم المباراه، وكان لسه ساعتها سنه 17 سنه تقريبا حاجه زي كده يعني، او 16 سنه، كان اصغر لعيب في الملعب يوميا. وبدا بقى انطلاقته من هنا عماره. فضلنا متزاملين لحد طبعا ما انا سافرت. بعد ما سافرت هو جاله قطع جزء في الرباط الصليبي وجاء اهل في المانيا، فصعب ان عماره عشره عمري مش هيجي يزورني ويشوف، انا اكيد عايز يجي يشوف عشان برضه انا فرحان ان هو يشوفني ان انا في خير والحمد لله يعني. فقلت له تعالى وبتاع، انا هكلم النادي واستاذنه ان انت تكمل اخر اسبوع في التاهيل عندي. قال لي خلاص، كلمت المدير الفني قال لي خلاص ماشي وبتاع ومش عارف ايه. عماره جه،
فجبت المدير الفني، كان هو شغال في الجيم مع بتوع التأهيل، فجبت المدير الفني عرفته عليه وقلت له هو بشكرك انك سمحت له ان هو يتمرن معانا وبتاع، اللي هو لعيب كويس. كنا ساعتها بقى واخدين 98، قلت له 98 وعمارة واخد افضل باك ليفت في البطولة. فقلت له ده افضل باك ليفت في البطولة وبتاع ومش عارف ايه. قال لي ما كانش فيه سيديهات بقى ولا كلام من ده، كان شرايط. قال لي ممكن تشيروت فيديو؟ قلت له قلت له اوكي هجيب لك مباراه وبتاع. جبت المباراه شافها، حتى احنا خلصناه بعدها بمفيش شهرين، كان خلصناه في نص موسم مش في اخر موسم يعني. كابتن، مين افضل باك يمين في مصر دلوقتي؟ بصي هو حسابيا وبطولات وارقام احمد فتحي تمام، لكن طبعا كابتن ابراهيم حسن من افضل من لعب في ناحيه اليمين يعني. وانا افتخر ان انا لعبت في مكانه سواء في المنتخب او في النادي الاهلي بعديه يعني. طب شايف في حد شبهك دلوقتي في الملعب، شبه بيفكرك بيك كده وانت في الملاعب؟ كلهم افضل مني بصراحه. كلهم؟ التواضع ده يا كابتن. لا هو بصراحه فتحي يعني ضرب كل الارقام. يعني الاول كنا نقول كابتن ابراهيم حسن لانه هو الوحيد اللي لعب كاس عالم. احمد فتحي لعب كاس عالم وخد ثلاث. كابتن احمد فتحي لاعب كبير جدا، بس انا عايزه بقى تعليق سريع كده من حضرتك، تقول لنا ايه كده في نهايه الحديث، للاسف وقتنا خلص. انا كنت عايز بس اوجه كلمه طبعا لجمهورنا الحبيب يعني، ان شوف الاحترافيه بتاعت النادي الاهلي على قد ما الناس كانت في كلام كتير. لا احمد فتحي اهو راجل ماضي في نادي تاني لكن متواجد. محمد هاني لعب الماتش اللي فات وكان كويس واحرز هدف تقريبا الماتش اللي فات او اللي قبليه مش فاكر بالظبط. الماتش اللي فات من نجوم المباراه ومع ذلك قعد، واحمد فتحي رجع لعب الماتش اللي قبليه. محمد هاني الماتش اللي بالظبط اه واحمد فتحي رجع لعب مع ان هو ماشي صح. في اخر الموسم لكن النادي اتعامل باحترافيه، وده هو النادي الاهلي وده اللي احنا تعودنا عليه وتعلمناه في النادي الاهلي، القيم والمبادئ النادي الاهلي. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وربنا يوفقني في المهمه بتاعتي الجديده ان شاء الله. اكيد باذن الله بنتمنى لك التوفيق طبعا يا كابتن. نورتني وبشكر حضرتك انك كنت معانا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده من برنامج السادسه بكره ان شاء الله. اسال على الاهلي وبطولاتهم.